تحية طيبة وأهلا بكم. أكد محمد بنور منسق حركة تمرد أنه تلقى حوالي 5 رسائل تهديدا بالقتل عبر حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك. وقال بنور إن قادة الحركة يتلقون عشرات التهديدات بالقتل يوميا من مصادر مجهولة. وفي حوار مع جريدة الشرق الأوسط نفى محمد بنور التنسيق مع حركة نداء تونس من أجل الإطاحة بالحكومة، معتبرا هذه الإشاعات تترجم فشل القيادات السياسية الحاكمة في إيجاد حلول لمشاكل البلاد. وصفت حركة النهضة في بيان لها تهديدات رئيس كتلتها في المجلس التأسيسي صحب عتيق يوم السبت الفارط بالكلام المشروط والدفاعي. كما ذكرت الحركة أن كل مغامر يهذي بالتمرد على الشرعية ويدفع نحو المجهول والخراب يجب أن يعلم أن النهضة وأنصار شرعية قد صبروا طويلا على الأذى والاستهداف المتكرر وأقاموا الحجة على خصومهم ولن يسمحوا بانهيار المسار السياسي القائم على حد تعبيرها. دخل أعوان الصناديق الاجتماعية في إضراب عن العمل لمدة يومين في كامل ولايات الجمهورية احتجاجا على عدم إيفاء الإدارة بتعهداتها والاتفاقيات المبرمة مع الجانب النقابي منذ شهر جانفي الماضي. وبيّنت النقابة العامة للصناديق الاجتماعية أن الاجتماع الذي انتظم أمس مع وزارة الشؤون الاجتماعية لم يتوصل إلى أي حل، لذلك تمسكت النقابة بالإضراب. وختاما أعلنت النقابة الأساسية للأعوان البحريين بالشركة التونسية للملاحة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية الأربعاء القادم احتجاجا على عدم تلبية الإدارة العامة للمطالب المهنية للأعوان واحتجاجا على إيقاف 4 أعوان منهم. يذكر أنه تم على إثر هذا الإضراب إلغاء رحلتين، الأولى على متن باخرة تانيت والثانية على متن باخرة قرطاج. نهاية هذا الموجز، نلتقي في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.